كيفاش نديروا العقم اللي في الموتير. جاوبوا الكومونتير بحال هادو، داكشي علاش قررت نهضر لكم اليوم على كيفاش ديروا العقم للفيلم الوثائقي، كيفاش نشد الدعم، وكيفاش نبيع الفكره ديالي، وكيفاش نبيع الفيلم اللي هو في مرحله الانتاج، وكيفاش نبيع حتى الفيلم اللي انا صورته وساليت من الخدمه ديالي. قبل ما نعرفوا هذا الشيء كله خصنا نهضروا على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف واللي كتخلي الشركات او القنوات الكبيره تثق فيك وتاخذ من عندك الفيلم ديالك، اللي هو التوريزاسيون. فاش كنبغي نبيع اليوم واحد الفيلم فهما كيعرفوا بان داك الفيلم محمي وما فيهش مشاكل، وباكا كيزعموا باش انهم ياخذوا من عندي. الترخيص فيه جوج ديال الانواع، كاين الترخيص الاول اللي كنشدو من عند الضيوف ديالي او الاشخاص اللي كنبنيو بيهم الفيلم ديالي وهما كيتعتبروا اصحاب القصص. ففي الجزيره مثلا كيعطيوك واحد العقد اللي كتعطيه للضيف فاش كيسالي المقابله، كيسني عليه باش انه كيسمح في الحقوق ديال الملكيه ديال الوجه ديالو باش انه تدوز في هذيك القناه. وهكا حتى ديك القناه كدير واحد الاحتياط في الحاله ديال الموت ديال الضيف باش ما يجيوش الورثه من بعد يقولوا لا راه صورتوا لنا الوالد والوالد هضر والوالد قال والوالد كذا، هكا كيحميو راسهم. كاين واحد الحاله هنا ممكن انني نصور وما عنديش ذاك العقد اللي غتعطيني الجزيره وانا مازال ما عارفش لمن غادي نبيع هذا الفيلم ديالي، فانا كندير واحد التريك بسيط. فاش كنهضر مع السيد وكنسالي معاه المقابله ديالو ما كنقطعش الريك، كنخلي الفيديو غادي كونتيني وكنقول له عافاك الا كان ممكن تقول لي باللي انا بكامل قوايا العقليه انا فلان بن فلان كنوافق بان هذا الفيديو ديالي او هذا الشيء اللي صورت معكم انه يدوز في القناه ديالكم وبلا ما نذكر السميه ديال القناه باش نبيع لمن ما بغيت. وبهذا الشكل هذا كيكون عطانا الموافقه صوت وصوره وكتكون احسن من هذيك التوريزاسيون، لان يقدر يقول لك باللي انا ماشي انا اللي سنيت ولا انتم اللي سنيتوا ولا انتم زورتوها، ولكن فاش كيهضر وكيقولها بالصوت والصوره فهو يقر ويؤكد باللي هو السيد اللي بغى يدوز معنا في الفيلم الوثائقي ديالنا. اما بالنسبه للتوريزاسيون الثانيه فانت كتاخذها من عند السلطه المسؤوله في البلاد على التصوير والمنتوجات السمعيه البصريه، بحال حنا مثلا في المغرب هذه الجهه هذه كتسمى سي سي ام واللي كتعني المركز السينمائي المغربي. اكيد غادي نلقاو بان لي توريزاسيون كيختلفوا مع اختلاف النوع اللي بغينا نصوره، فماشي كاع لي توريزاسيون بحال بحال. فحنا اليوم غادي نركزوا على التصوير ديال الفيلم الوثائقي. اول حاجه كنعمر الاستماره ديال طلب رخصه التصوير، وهذه العمليه كيديرها مسير الشركه. مع هذه الاستماره ديال طلب رخصه التصوير كنعطيهم واحد النسخه من السيناريو سواء باللغه العربيه ولا الفرنسيه، وكنعطيهم واحد المختصر ديال السيناريو باش ما يبقاش يقراو السيناريو كامل. والطريقه باش توجد السيناريو غتلقاها في الحلقه اللي دازت هضرنا عليها، اما تلقاها في اللي كتطلع الفوق ولا غادي نخليها لكم تحت الديسكريبسيون. اجي ما تمشيش دابا، خليك دابا معايا ما تمشيش، خليك تتفرج في هذا الفيديو هذا ودير واحد اللايك ولي كومونتير بزاف 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 باش تعاون المحتوى ديالنا يتعرف اكثر. عاد سير شوف ديك الساعه كيفاش كيتخدم السيناريو ديال الفيلم الوثائقي. وكنعطيهم واحد الوثيقه واحده اخرى في الحاله ديال الانتاج المشترك ما بيني وبين واحد القناه واحده اخرى، مثلا كنت كندير الانتاج للجزيره ولا العربي ولا لاي قناه اجنبيه، فانا كنعطيهم هذه الوثيقه هذه وكنعطيهم واحد الوصل او وثيقه اللي كتثبت بانني خلصت الواجبات باش ناخذ التوريزاسيون. هنا كاين واحد الملاحظه مهمه جدا، الا كنتي غادي تخدم لواحد القناه اجنبيه بحال الجزيره ولا بحال العربي فضروري ضروري كتزيدهم واحد الوثيقه واحده اخرى واللي هي عباره عن الالتزام اللي كدير فيه باللي التحويلات البنكيه اللي غادي يجيو من الشركه الاجنبيه للمغرب انك غادي تخليهم يتحطوا في الحساب المخصص للانتاج وما غاديش تدوز داكشي في النوار، فضروري كدير انت واحد الالتزام وهذيك الشركه مثلا الجزيره كدير واحد الالتزام بهذا الامر هذا. وزيد عليها اخر وثيقه اللي هي الوثيقه ديال التكليف، فكتعطيك مثلا الجزيره ديك الوثيقه باش انك تكلف لها بالانتاج وسط من المغرب. هادو هما الخطوات باش تشد الترخيص ديال التصوير ديال الفيلم الوثائقي ديالك. دابا سيدي مزيان عرفتي كيفاش دير الترخيص وبغيتي تنتج الفيلم ولا تبيعه، كي غدير؟ بالنسبه للشخص العادي اللي بغى ينتج الفيلم ديالو وما عندوش، ممكن يستافد من الدعم ديال الفلوس، ممكن يتعطاو له فلوس من عند بزاف ديال الجهات، سواء كانت عنده فكره ديال الفيلم ولا بدا كيصورها ولا عنده الفيلم ديالو واجد. غير دير واحد الريسيرش بسيط في عمي جوجل وغيطلع عليك بزاف ديال الجهات واختار اللي يناسب. وبالنسبه للقبيله ديال المعاكز اللي كيتفرجوا دابا وما غاديش يمشي يديروا هذه العمليه هذه، غنخلي لكم واحد اللينك في الديسكريبسيون اللي غادي تلقاو فيه اغلب المنح اللي كتعطى وشوف اللي غيناسبك. وبهذه المناسبه هذه راه يمكن لك تسجل في بزاف ديال المسابقات بحال مثلا المسابقه ديال الجزيره للفيلم الوثائقي القصير واللي فيها واحد الجوائز كتوصل حتى ل 3000 دولار امريكي اي ما يقارب 3 مليون. ابلان هذا غير لما بغيتيش تبدا. هنا يقدر يجي اي واحد متشائم بحالي وغادي يقول لك لا ديك الهضره ديال باك صاحبي وراه ماشي اي واحد كيقبلوه وممكن انهم يسرقوا لي الفكره ديالي وانا نعطيهم الفيلم يعاود يصوروه بزاف ديال التخربيق هنا. فهنا بغيت نعطيك واحد الحل واحد اخر واللي هو اسهل واقرب من هذا الحل هذا اللي هضرنا عليه دابا ديال انك تشد واحد الفلوس ولا تشد واحد المنحه. الحل الاخر اللي عندنا هو انك تمشي تقلب على شركات ديال الانتاج في المغرب، ويمكن لك تمشي حتى للمقر ديالهم. قلب شي شويه في عمي جوجل دي شركات انتاج مغربيه وغادي يطلعوا لك، وهكا يمكن لك تتواصل معهم بشكل مباشر وتهضر حتى مع المنتج وتقنعوا بالفكره ديال الفيلم ديالك، الاهميه وعلاش بغيت ندير هذا الفيلم وعلاش خصو يشري من عندك هذه الفكره هذه، وكتبين له بانها واحد الفكره مهمه. ومن هنا كدير مع واحد الاتفاق على كيفاش يتقسموا الارباح،
ويمكن لك دير مع واحد البلان ديال انه يشري من عندك كاع الفكره، وتقدر دير مع واحد البلان واحد اخر ديال انه الا عجباتو الفكره يقدر يخليك انت تتكلف بالانتاج، هو كيخلص لك الحوايج اللي عندهم علاقه بالانتاج، كيعطيك الترونسبور والماكله والحوايج اللي غادي يخصك، الناس اللي غادي يخدموا معاك، وزيد عليها بزاف ديال الحوايج وزيد عليها التوريزاسيون، فهو كيقدر يوفر لك التوريزاسيون باش كتخدم بشكل قانوني، وهكا الفيلم ديالك كيكون قابل باش انه يتباع. التعامل ديالك مع هذه الشركه ديال الانتاج المغربيه كنصحك به بزاف، لانه من اسهل الطرق وما غاديش تخسر فيه فلوس وما يكونش عندك فيه بزاف ديال الريسك، وغادي تتعلم وتطور المهارات ديالك معاهم بواحد الشكل كبير. غادي يجي شي واحد اخر وغادي يقول لك شوف اسيدي انا عندي مع الريسك وباغي نربح فلوس بزاف وباغي نبيع الفيلم الوثائقي ديالي مباشره للقنوات الكبيره بحال الجزيره وبحال العربي، وما بغيتش المنتج يدخل معايا في الارباح. واخا سيدي هنا غادي نعطيك مثال بالجزيره ويمكن لك تطبقوا على جميع القنوات البروسيس كيفاش كيكون من الاول حتى الاخر. اول حاجه غادي دير قبل ما تمشي تشد من عند هاد الناس الفلوس ولا الدعم ولا تبيع لهم، غادي تدخل لعمي جوجل وغادي تقلب واحد شويه على هاد القنوات، غادي تشوف هاد القنوات اللي بغيتي تتعامل معها شكون هما الناس اللي مسؤولين فيها، المدراء والناس اللي معروفين، الناس اللي عندهم مناصب كبيره في القناه. خذ واحد النبذه تاريخيه على هاد القناه هذه، فوقاش بدات، التخصص ديالها، اهم الاحداث التاريخيه اللي دازوا فيها، اهم المدراء اللي دازوا، عرف شي شويه على هاد القناه هذه. مثلا كنهضروا على الجزيره، عرف شويه ديال التاريخ ديال الجزيره كيفاش بدات واهم الاحداث فيها. موراها غادي تدخل لبوابه تقديم المقترحات من خلال agproposal.com/ar، حيت راجل الجزيره كتحل كل مره في السنه فرصه للناس باش انهم يقترحوا افكار جديده ديالهم، ويمكن ليك دير هذه العمليه حتى من البريد الالكتروني ديالهم اللي سميتو agproposal@aljazeera.net. فهاد الوقيته هادي راه ممكن تبيع لهم الافكار وتبيع لهم حتى الافلام اللي هما في طور الانتاج. ولا كان عندك المحتوى ديالك واجد ومصور الفيديو ديالك بلا كاليتي اللي هما طالبينها بالمواصفات اللي هما طالبينها، فكتدخل لواحد الرابط اللي سميتو network.aljazeera.net/ar/contact، كيعطيك واحد الاستماره، كتدخل كتعمر هذيك الاستماره، كتختار المبيعات ديال المحتوى، كتكتب الاسم ديالك الحقيقي والبريد الالكتروني اللي خدام به باش يوصلك من عندهم الميساج، راه غيجاوبوك. حدد الموضوع بعنايه واعطيهم الرساله موجهه بشكل دقيق، شنو باغي تقول لهم وبالتفصيل. وحتى الا ما كنتيش كتثق وباغي تغيز الشغل ديالك مزيان، فكتمشي وكتكتب لهم داكشي وكتصيفطو لهم عبر البريد المضمون، فكتشد مثلا الفكره ديالك وكتكتبها. الا كنتي محفظه كدير بلي راك محفظه وكتعطي الوثيقه اللي كتثبت بان الفكره ديالك محفظه. مثلا الا كان الفيلم ديالك في الوقيته ديال التصوير، فانت كتصورهم لي كادر اللي مخودين، كتهضر لهم الشخصيات اللي كاينين شنو كيقولوا، شكون اللي صورتي معاه، شكون اللي مازال، باش من تما كيقروا اما انهم يعاونوك ولا كيجاوبوك بالرفض وكيقولوك علاش. وحتى الا كان عندك الفيلم مصور وناضي، فمن الاحسن انك دير وسط من هذاك الجواب راه واحد النسخه ديال الفيلم ديالك، ومن تما كتحط الورقه ديال حقوق الملكيه والفكريه ديالك باش ديما هكا كتضمن الحقوق ديالك. غادي تجمع هاد المعطيات كاملين، غادي ديرهم في واحد الجوابره، وغادي تصيفطهم لواحد الاستاذ اللي سميتو محمد المضفر، مدير اداره الانتقاء البرمجي، حيت هو اللي مسؤول على عمليه اقتناء الوثائقيات في العنوان ديالهم، وغادي نخليه لكم هنا. واخر حاجه، وصلتي حتى لهنا ما درتيش واحد لايك وكومونتير، فاكيد اكيد ما غاديش تشجعني باش نحط حلقات فيهم خدمه بحال هذه. فاذا بغيتو فيديوهات واحدين اخرين فيهم جوده ومتعه وافاده، اقل حاجه ممكن دير هي لايك وكومونتير، حيت راه يوتيوب راه بزاف ديال المرات ما كيعرفش الفيديوهات اللي مخدوم عليهم والفيديوهات اللي فيهم لا كاليتي وفيهم تامره، وما كيبقاش يقترحهم لبزاف ديال الناس وكيقتل الفيديو، وباك الفيديو ما كيوصلش لبزاف ديال الناس، وحنا ما كنتشجعوش باش اننا نديرو فيديوهات وحدين اخرين. فالى عجبكم الفيديو خليو لايك، خليو كومونتير، وخليو بزاف ديال لي كومونتير، علاش لا. كان معكم عبد الله بحيحي، احبكم في الله، والسلام عليكم.